كل ما اجيبها اقولها تبقى هو متعمد عربي. فين يا مولاه؟ 46 ولا 47؟ 46. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحشر والقرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، وصلنا عند كان الكلام فين؟ بس يا ابني دوش عشان أعرف أشتغل ولا أمشي. أنت لسه عيل في الطالب. وانا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان، هو قاعد مش راضي يسيب. مش كده، العلم يحترم يعطانا. والله ما اعرف اللي كنت بقول ايه، شتت يعني، كانه اطلق الرصاص على الذهن، ضيع كل شيء. مش عارف انا كنت بقول ايه. استاذ ثاني، أعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحشر والقيامة. كان الكلام في المرة الماضية عند إيه؟ وأما ما اغتر به القائل بصحة التقليد، يعني اللي هو مال إلى القول بأنه إيمان المقلد صحيح من اكتفاء رسول، يعني إيه اللي خلاه مال إلى هذا القول؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ هنا اكتفاء رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بإجراء أحكام الإسلام ورفع القتال بمجرد النطق بكلمتي الإيمان من غير بحث منهم على السرائر. يعني يقول لك لو كان لا بد من المعرفة ولا بد من العلم ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد ينطق بالشهادتين يحكم بإسلامه، بل يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو حتى يقولوا. مجرد ما يقولوها خلاص. حتى لما حصل في بعض الغزوات، فاكرين موضوع سيدنا أسامة لما رجل نطق ضربه بالسيف، راح قال أشهد أن لا إله إلا الله، سمع، راح قال له خذ يكمل عليه. قال له بتعمل ليه كذا؟ قال له والله قالها ليتقي بها، أو يعني عشان يعني عاوز يتظاهر بالإسلام عشان إيه ينجو من القتل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وما رؤي غضب مثل غضبه. يعني قال ايه اللي بتقوله ده؟ انت مجنون، حاجه صعبه جدا. اشققت عن قلبه؟ عرفك انه قالها عشان كذا كذا. كيف بك اذا جاءت لا اله الا الله يوم القيامه تجادل او تحاجج عنه؟ يعني كيف انت؟ المهم طبعا ده الجماعه دول اللي هم مالوا الى القول بصحه ايمان المقلد، قالوا خلاص النبي مجرد ما نطق ما سألوا عن الدليل ولا عن التفصيل ولا عن الدليل الإجمالي، يعني معناه إنه مش هنبحث في الإيه في السرائر. يعني كأنه عاوز يقول لك أي واحد يقول لا إله إلا الله حتى لو قالها مقلدا عن غير علم ولا عن غير معرفة ولا عن غير وعي ينجو بها. مش ده الظاهر كده؟ فالشيخ يقول فلا دليل فيه، يعني اللي استدلوا به انه المقلد ايمانه متخلص لف البتاع دي، ما تشغلناش باي شيء. اما ما اغتر كمان هات مكوى وقوم اكويها. اما ما اغتر به القائل بصحه التقليد من اكتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بإجراء أحكام الإسلام. يعني أي واحد ينطق بالشهادتين يعملوه على إنه إيه مسلم، ومجرد ما ينطق بها في القتال يرتفع، يعني يرفع عنه إيه القتال، ولو قتل يكون إيه آثما. ورفع القتال بمجرد النطق بكلمتي الإيمان من غير بحث منهم على السرائر، يعني مش بيفتشوا في إيه قلوب الناس ولا يبحثون عن سرائرهم. كل ده ملوش لازم، ملوش يعني لا دليل فيه. ليه؟ لأن ذلك إنما هو من باب إجراء الأحكام على المظان وإيه والظواهر. يعني الحكم بإسلامهم إنما هو بالنسبة للأحكام الدنيوية وليس فيما ينجيهم في الآخرة، فيما بينهم وبين الإيه وبين الله سبحانه وتعالى. قوله على المظان والظواهر أي لا على البواطن. يعني زي إيه بالضبط؟ اللي هم جاءوا وأسلموا نفاقا، يعني أبطنوا الكفر وإيه ونطقوا به، هل هؤلاء إيمانهم معتبر؟ المنافقين ضمائي، لكن في الظاهر يعتبر، ولهم حرمة في الدماء والأموال ويحكم بإسلامهم، وإذا ماتوا نصلي عليهم وندفنهم، لأنه لا نعلم سرائرهم، إنما احنا بنتكلم في الإيمان المنجي. فقد سكت عن الباطن ولم يتعرض له، فيحتمل فهو محتمل لأن يكون ما فيه كفرا. والمظان جمع مظنة، أي المحل الذي يظن منه أنه عالم في الباطن، فعطف الظواهر عليه مرادف. ثم قال إيه؟ وليس كلامنا فيه، يعني ليس كلامنا في إيه؟ في ذلك، وإنما كلامنا فيما بين العبد وربه، وفيما ينجيه من الخلود أو فيما ينجيه من الخلود مع سائر الكفرة في النار. وقد أجرى النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام على من قطع، مش كده؟ على من قطع فيه بأردأ كفر من المنافقين. يعني إذا كان هو صلى الله عليه وسلم حكم بإسلام المنافقين في الظاهر، خلاص يبقى هذا الكلام لا يصلح لأن يكون دليلا على صحة إيمان الإيه المقلد، لأنه هذا دليل على اعتبار وصحة إيمانه بالنسبة للأحكام الدنيوية، ولم يدل ذلك على أنهم كذلك في الآخرة. يعني هل الحكم بإسلامهم في الدنيا يدل على أنهم مسلمون في الآخرة؟ لا، ده موضوع ثاني. وإلى هذا المعنى أشرت بقولي فإنها، ولذلك لما قال حرفة التقليد الشيخ السنوسي لم يقل إنها غير معتبرة في الدنيا، إنما قال فإنها في الآخرة غير مخلصة عند كثير من المحققين. أي وأما في الدنيا، يعني مخلصة في الدنيا، مبنى أحكامها على إيه؟ على الظاهر. بعدين وعلى هذا مين حيقرأ؟ السودان ولا تقدره؟ الشيخ محمد فيه أقرأ أنت يا شيخ اللي أنت عم عملت، نخلي الشيطان يقرأ. يلا يقرأ خلص، ولما تتعلم او تاخذ رساله ليه؟ لما اقول لك اقرا تقرا، يا ما تقراش ما تنفعش بالجهاد، ولازم ازعل ما ارضى بالجهل. قول ليش اديله الكتاب يروح اديله واحد ثاني؟ تبقى تعزمه على بعض وعلى هذا خلاص ما هو تاخر، احنا هنستناه اطلب مجاشته. وعلى هذا قال الغزالي: لا نحرك عقائد القوم. وعلى ايه؟ وعلى هذا قال الغزالي. طبعا الغزالي فيها اللي بيقول الغزالي كده بتشديد الزاي وتخفيفها، ولكن القول بالتخفيف احسن.
خلاص في الغزالي نسبة إلى إيه غزالة، لأنه لو كان إلى الغزل كان بيجت الغزال زي النجار والحداد من غير ياء، والله أعلم. الغزالي أو إيه لا نحرك أو أصبر يا بني مش بتكلم ما تقراش أحسن شيء مش مرة خالص لحاجة تسد النفس. طب أنا بقرأ يعني مجرد أنا ما أبدأ في التفصيل تسكت لما أقول لك ابدأ، ما أنت بتقرأ ليه؟ هو مجرد قراءة من غير وعي ولا عشان الفهم؟ طيب يبقى إذن تسكت ولي كام شهر وكام سنة وبرضه لم يتعلم إلى الآن. على هذا يعني بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم على ما سبق انه رضي بايه اكتفى، مش رضي بايمان اكتفى بايه يعني ايه باجراء الكلام مكتوبه مش حكم، ما حكمش، مين قال لك حكم؟ فين الحكم؟ هو اكتفى مش حكم، يعني سكت عن البواطن. وعشان كده بناء على كده الإمام الغزالي قال لا نحرك عقائد القوم ويتركون على ما هم عليه. يعني ما دامت النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش يبحث في المسألة وينقد فيها ويقول له فين الدليل فين كذا فين كذا، يعني ايه فيهم بعض العلماء ومنهم الامام الغزالي انه تترك عقائد العوام ساكنة ما تحركاش، لانه هو ثابت وساكت ويقول الله تعالى واحد وعلى كل شيء قدير، لكن لما نبدأ نثير عنده ايه النوع الادلة يمكن يحدث له ايه شك، وانت ما تعرفش تلم الدور ولا ترد تاني الى الايه الى الصواب، فما تحركش ايه الساكن ده، يعني لا تستثيره زي ما انت ايه تستثير واحد تغضبه، وبعدين ما تملكش اذا انفلت الامر انك ايه تهديه تاني يهيج فيك ويضربك فالاولى ايه ما تحركش الايه المسألة. فالامام الغزالي قال لا نحرك عقائد العوام، هي معنى لا نحرك عقائد القوم ويتركون على ما هم عليه، يعني لأن السنة مضت بعدم البحث عن الضمائر، وإنها إنما تنكشف في الآخرة يوم تبلى السرائر، فما لهم من قوة ولا إيه، وإنما يجب بث العلم لمن سأله. يعني اوعى واحد تعمل نفسك عالم وتقعد تشرح له إلا إذا سأل، لان كده تعرف انه عنده رغبة وعاوز يستفيد، انما تروح تفرض نفسك على الناس وتقول تعال علمكم ويعرضون عنك وفتكروك انك انت رامي نفسك عليهم وملقح جدتك، لا احترم نفسك ما تروح لهمش، العلم كبير ما تذلش نفسك لاي حد، اللي عاوز يتعلم يجي مش تروح للناس تقول ما تعال علمكم يا عباد الله، وتيجي في الاوتوبيسات وفي المواصلات وتشرح لهم احكام، عيب. ده شأن الجماعة المرجفون في المدينة، خلاص؟ يبقى شوف، وإنما يجب بث العلم لمن سأله، وكمان مش أي واحد يسأل، لازم تعرف إنه عنده أهلية، لو تعرف إنه رجل مغفل ما تتكلمش معاه خالص، وكان أهلا له، لا لمن أعرض عنه أو لم يكن أهلا، لو ما كانش عنده الأهلية سيبك منه. خلاص كده، ويعني والله أعلم ما لم يظهر المنكر في عقائدهم كزماننا هذا. شوف الإمام السنوسي قال لك لا، ده بيتكلم عن عقائد القوم اللي هم مثلا ايه الأوائل الذين سبقونا اللي كانوا لسه على صفاء ولم يظهر لسه ابن تيمية ولا الجماعة دولة، فكان عندهم ايه نقاء وصفاء في موضوع العقيدة، خلاص. فقال لك سيبوها لان ايه زي يقول في شيء من الاطمئنان، وذلك بيقول لك هنا يعني والله اعلم ما لم يظهر المنكر في عقائدهم، زي التجسيم والتشبيه ما ينفعش نسكت هنا، زي بيقول لك كزماننا هذا، الزمن اللي كان فيه الامام الايه السنوسي، كان الامام السنوسي توفي كام
895 يعني في الايه في اواخر القرن الايه التاسع. امال احنا دلوقتي في اي قرن؟ لا يبقى احنا دلوقتي اضل اشد اذا كان في ايامه كده بيقول لك كزماننا هذا. امال لو شاف الامام السنوسي الزمن المنيل اللي احنا عايشين فيه ده كان عمل ايه؟ فيجب تغيير المنكر. يعني عاوز يقول لك لا ما ينفعش نسكت، يجب تغيير المنكر والتلطف في تعليم، بس تعلمهم بلطف عشان ناس غشم وجهلة، فلازم تتلطف معهم بما تسعه عقولهم، يعني ما تتبحرش قوي، يعني خليك على ايه على المستوى، يعني انزل شوية. وقد جعل الله تعالى في الألفاظ والأدلة سعة، يعني مش لازم تجيب اللغة العربية الفصحى وتجيب وتتقع، يعني في سعة، يعني حاول تجيب الأسلوب اللطيف الظريف الخفيف. فكل يخاطب على قدر فهمه، والله المستعان. خلاص كده؟ يا الله شيخ محمد ارحمنا من الهم. الحاشية قوله لا نحرك، قوله لا نحرك، يبقى خد بالك يا سيدنا الشيخ الكلام اللي قاله الإمام الغزالي ده لا نحرك، ما تأول به. خلاص كلام الغزالي مناسب لما مر، مناسب للإيه للي فات، ليه؟ من إمضاء السنة على إجراء الأحكام على المظن والظواهر وترك السرائر إلى مين؟ إلى الله تعالى. لكن تقدم كلام قبل كده للغزالي بينكر، قبل كده نفسه تقدم كلام من إيه؟ لكن ذكر من كلام الغزالي المتقدم الإنكار على هذه الطائفة القائلة بعدم الاكتفاء بالتقليد، يعني أنكر عليهم. وقوله إنهم قبل كده حتى كده العبارة اللي فيها إيه؟ إنهم ضيقوا رحمة الله الواسعة فيهم. كلهم بتروح إلا ها؟ في عبارة قالها الشيخ الغزالي فين به؟ إيه قريبة مش بعيدة لما تكلم على انه والمحققون من اهل السنة الذي حاق التقليد نعم انا اللي قلته يبقى في كتاب، يبقى في كتاب، يبقى في كتاب، يبقى في نقل تاني مش في الكتاب ده. ممكن ممكن صح، يعني هي مش موجودة في كلام الشيخ السنوسي. قال قال العهد ماشي خلاص. يعني في كلام نقل عن الغزالي غير كده تمام. وبه تمام كده، وبه نتبين ما هو مذهب الإمام الغزالي، يعني ايه رأيه في الموضوع ده. أن مذهبه صحة اعتقاد العوام فيتركون على ما هم عليه. خلاص كده؟ ويبقى الكلام اللي الشيخ السنوسي تأول به كلام الغزالي كلام بعيد. لما شوف هيقول ايه هو على كلام الغزالي اقرأ مولا. يعني التأويل اللي هو فهم به كلام، يعني هو حمل كلام الإمام الغزالي على محمل بعيد. قوله لا نحرك عقائد القوم أي لا نعلمهم
أو لا نعلمهم الدليل العقلي. يعني لو علمناهم الأدلة العقلية حيبدأ إيه يصحى ويستيقظ ويقعد يبحث ويبدأ تتحرك فيه عملية الفكر. سيبه ما يفكرش عنه، لو فكر حيضل. خليك نفكر فيه. أحيانا يكون عدم الفهم ده نعمة، الغباء يبقى نعمة. أحيانا رب تقول الحمد لله الذي جعلني من الأغبياء. بل نبقي عقائدهم على ما هي عليه من صحة أو فساد في الباطن لبناء الأحكام الدنيوية على الظواهر. هذا مراد الشارح بقول الغزالي. يعني الشارح شوف كده بيقول لا نعلمهم، لا نحرك، يعني لا نعلمهم الدليل العقلي بل نبقي عقائدهم على ما هي عليه من صحة أو فساد في الباطن. ما نتعرفش الباطن، يكفينا ايه صحتها في الظاهر بناء لبناء الأحكام الدنيوية على الظاهر. هذا مراد الشارح بقول الغزالي. لكن شوف الاستدراكنا، لكن فيه أن مراد الغزالي، الإمام الغزالي ليس مراده هذا. يعني هو بيقول لك ما نحركهاش. شوف السنوسي فيما كيف انه نسيبها على ما هي عليه من صحة او فساد، حتى لو فساد مالكش دخل انت. لكن مراد الغزالي ايه؟ انه اعتقاد العوام مش فاسد، صحيح، ولو كان يحتمل الاثنين يبقى يمشي مع مين؟ مع مراد الشيخ السنوسي. ولك اعتقاد العوام صحيح لكفاية التقليد، هذا ما أراده الغزالي. يعني كأنه بيذهب إلى صحة إيمان مين؟ المقلد. العام المقلد هو العام المجتهد. لكفاية التقليد، يعني الإمام الغزالي قال كده عشان يرى أن التقليد يكفي، لأنه قبل كده رد على الطائفة التي قالت بعدم الاكتفاء بالتقليد. وقال ايه كمان لما رد عليهم لما قال التقليد لا يكفي، قالوا دول ضيقوا رحمة الله الواسعة. يعني كأنه بيرى ايه؟ ها؟ صحة ايمان المقلد. لكن الشيخ حمله اوله بتأويل عشان يتمشى مع ايه؟ مع الرأي اللي عاوز. فراح قال ايه؟ قال فلا نحرك عقائدهم لانها لو حركت ربما تخلخل اعتقادهم. قوله يعني أي يقصد الغزالي ببقاء عقائد العامة على ما هي عليه. يعني كأنه هو فهم أو حس أنه الكلام ده مش هيخدمه، فراح جاب لك بكلمة ويعني. شوف عشان ما بقاش راجل يعني بيتألى، راح قال والله أعلم احتياطا. يعني عشان لو قلنا له لا مش كده ويقول لك انا قلت والله اعلم، ما انت عارف برضه. قال يعني والله اعلم ما لم يظهر المنكر. يعني كان رأي الامام السنوسي لازم نحركها ولازم نقوم القيامة، ما هو بيقول لك لا ده في زماننا ده مش هينفع. قوله لان السنة لأن السنة مضت. وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نحرك عقائد العوام. يعني الأولى دي، يعني لأن السنة، مش يعني الثانية. في عندك يعنيين اثنين. يعنيين اثنين. يعني الأولى دي، هو بيفسر الآن في الأولى. يلا. قوله لأن السنة إلى آخره. وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نحرك عقائد العوام بل يتركون على. يبقى يعني الأولى دي يعني يقصد، خلاص كده يقصد الغزالي ببقاء عقائد العامة على ما هي عليه. قوله لأن السنة. وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نحرك عقائد العوام بل يتركون على ما هم عليه من صحة أو فساد. وليس مراد الغزالي بقوله لا نحرك إلى آخره كون التقليد كافيا بحيث يكون
كلامه دليلا على الاكتفاء بالتقليد. هذا مراد الشارع. أقول هذا مراد الشارع. يعني عاوز الشيخ السنوس يقول لك ده كلام الغزالي مش دليل على كفاية التقليد. هذا مراد الشارع وليس مراد الغزالي. وليس مراد المحشي كما. وفيها يعني كأنه يعني الشارع كشف الحجب وعرف مراد الايه الغزالي. وفيه أن وفيه يعني في الكلام ده في التقليد ده أن التقليد عنده عند مين؟ كافي والنظر مستحب كما علم. يبقى ما ينفعش الكلام اللي هو يبقى الذي تأول به السنوسي كلام اللي حمل كلام الغزالي على محمل بعيد ليس هو مراد مين؟ مراد الإمام الغزالي. ليه؟ لأنه ثبت أن قرر أنه إيمان المقلد يكفي، وقال على الجماعة اللي هم قالوا بعدم الكفاية ضيقوا رحمة الله الواسعة. خلاص كده مفهوم يا مولانا ولا مش عاجبك؟ مش حاجة عاجبك خالص. قوله يوم تبلى، يوم تبلى السرائر أي تختبر. قوله وإنما يجب، وإنما يجب بث العلم لمن سأل جواب عن سؤال ورد على ظاهر كلام الغزالي، وحاصله أن قوله لا محرك إلى آخره يقتضي النهي عن بث العلم. مش كده؟ نعم. يعني اسكت ما تتكلمش، يعني ما تعلمش حد. نعم. يبقى معناها هل يفهم كلام الغزالي أنه نهي عن بث العلم مع أن السنة ثبت فيها بث العلم؟ صح كده؟ قوله لا لمن أعرض، يعني يجب بث العلم لمن سأله وكان أهلا له لا لمن أعرض عنه. قوله لا لمن أعرض إلى آخره أي والعوام لا يعرض. ولذلك إذا رأيت كمدرس، حديك نصيحة لأم الطلبة في إعراض ومش ذهنهم مش معاش ومش متابعين ومش ملتزمين لا تبث لهم العلم. إذا كان علمنا مشاكل خلاص تمتنع، تمتنع حتى تكون مطلوبا. مش هو تنزل على الفيسبوك في درس مش عارف ايه تعالوا كذا نجتمع فيه، ولا لا يا عم خليهم هم اللي يبحثوا عنك مش انت اللي تعرض نفسك. السلعة غالية انت مش بتبيع حاجة رخيصة. مش كده يا مولانا؟ في ناس يقول ننزل لك حضرتك تاني مش عارف ايه مش عارف ايه وننزل يبعت لك ده الرسائل يبعت لك مش ما بعش ايه ده ترخيص للعلم. ها؟ طريق علماء هم الكبار كان بيطلبوا حتى ان هو يروح اي ده كان يروح يقبل رجل الامام مالك وما كانش يرضى لما يطلع عين ابوه. يلا سيدنا بيقول لك كانت اخبار الموعظه ابونا اتفضل. والله انت بس اللي اتدنيت ما انا برضه اتمرمط واتمسح بيها الارض. هنا الراجل يمسك عن العوام وعن الكلام مع العوام في امور الاعتقاد هذه. طب المتشدقين في امور العقيده هل يغلط معهم الكلام ايضا؟ احنا لو اتكلمنا في العوام دلوقتي حل مصيبه مصيبه لو تقول والعوام لا يخلو حالهم عن احد هذين الامرين، وحينئذ فلا يجب بث العلم لهم فلا نحرك عقائدهم. لكن قد يقال من العوام من يسال ويكون فيه اهليه. والله انا شفت ناس عوام والله العظيم مخه نظيف انظف من 20 واحد من الجيل بتاع الزمن ده او اكثر. والله كان يسالوا اسئله كأنهم يعني عاشوا مع البيضاوي أو عاشوا مع مش الشيخ الباجوري كان يعلم الناس بتاع الحمير ده الشيخ القضاري اللي كان يعلم الحمارين علمهم علم الكلام. كانوا زمان يركبوا العربيات اللي تجيب في المنيا لا يجي الأزهر في العربيات اللي الكرب اللي فيها حمارين مش حمارين بيشوفوا
وكان يقعد يقرا وكذا مع كثره الترديد والكلام حفظ علم الكلام الحمارين. وكانوا الناس اللي قاعدين، انا شفت نفسي بنفسي في المساجد في الصعيد، ناس عوام كانوا يخلوا الدماغ الشيخ تلف يسأل في دقائق الامور، انما الان العوام مدلل حمار ولا حاجه خالص، حاجه تكسف. قوله المنكر يجب تغيير المنكر كاعتقاد ان الصحابي نبي. يعني مثلا لو شفت جماعه عوام مثلا في بني سويف ولا في المنيا ولا حتى في اي بلد ثاني بيعتقدوا ان واحد من الصحابه نبي، ده تسكت عليه ده وتقول ما نحركش عقائد العوام؟ ايه ده؟ نسكت لحد كده؟ ده انا شفت عوام مش يا راجل لا يعتقدون الوحدانية. شفت واحده ست بنفسي لها بين 3 جنيه عند واحده ثانيه مش راضيه تدونه فبتدعي عليها، فواحده ثانيه جارتها بيقول لها سيبيها في رب ايه هيخلص لك حقك، قالت له هو رب واحد ولا 100 رب هيخلصوا لي حقي. هل ده يترك ده؟ انا سمعتها بنفسي الكلمه دي، تقول لها مش رب واحد ده في 100، عشان انها ليها حق اصبحوا بيجي 100 رب ولا 100 اللي يعني كانه الارباب كلها هتتكاتف هيعمل مثلا حلف كده في المطالبه بحق هذه المراه. وكان سيدنا الشيخ علي جمعه قال انه في واحده في بني سويف كانت تعتقد كده انه الظهر 4 ركعات مش كده؟ دي الفريضه لله. صلى 4 ركعات، اما ال4 ركعات سنه تصلى للنبي. وش قلنا كده؟ يعني كانوا يعتقدون انك انت بتعبد حاجتين، السنه بتصليها للنبي والفرض لله. وبعدين لما يجي يكلمها يقول لها ست كيف الكلام، تقول ها هي دي مش سنه النبي؟ لو قال لها مش سنه النبي محتار معاه، يقول لها يبقى ايوه سنه خلاص انا ما غلطتش غلطت فيه، فديها سنه النبي وده الفرض لمين؟ ده لله. والسنه لمين؟ للنبي. حاجه تلبس يعني تخليك ما كيف هل هؤلاء يتركون اذا وصل الامر الى ايه؟ الى انه بيعبد النبي يترك او بيعتقد ان الصحابه. وانا برضو مره قرات قصه انه واحد بيقول ايه؟ بيسال واحد من العوام بيقول له هل معاوية بن أبي سفيان أفضل ولا هل المسيح سيدنا عيسى أفضل ولا معاوية أفضل؟ شوف الفرق، شوف يعني إيه دخل إيه يعني سؤال مش. فالثاني كمان ما عجبهوش يقول له أنت مجنيت أتريد أن تشبه كاتب الوحي بنبي النصارى؟ قال معاوية أفضل. أنت قال مالك إيه اللي حصل لك؟ عاوز تخلي نبي النصارى زي كاتب الوحي؟ هو بيعتقد أفضلية معاوية هنا. أصل قال ده نبي النصارى، طالما نبي النصارى ما لناش دخل فيه. بيعتقد إن هو نبي للنصارى. ما في ناس بتعتقد كده. وذاك مرة سمعت واحد إحنا مالنا ومال موسى وعيسى، ده لليهود وده للنصارى، خلينا في النبي بتاعنا. دخلنا إيه إحنا بالأنبياء دي؟ في عوام كده. يلا. قوله المنكر كاعتقاد ان الصحابي نبي، قوله يعني المنكر في العقيده مش المنكر في الـ في الـ ليس في الفروع انما في العقيده في الاصول يعني. قوله تغيير المنكر وذلك يكون بتعليم العلم. يعني كيف اغير له المنكر؟ اقول له تعالى يا اخي معاويه ده مش نبي، ده كاتب واحد، ده صحابي، ده رجل عادي، ده كذا، وبينهم انه الانبياء كم عددهم والنبي معناه ايه؟ يتعلم يفهم. يعني هو قال تعليم العلم من غير طلب في الحاله دي. لما نشوف منكر من غير طلب عشان ده ما ينفعش نسكت عليه. في ناس كانوا في الصعيد عندنا معتقدين انه سيدنا الحسين، لما نجي نزور سيدنا الحسين انه في انسان كده رجل نسلم عليه ونزوره ونقبل، يعني فاكرينه موجود الى الان. اي وفي ناس برضه في الحج بتفتكر لما يروحوا المدينه بيسلموا على النبي، يعني مش في شخص موجود يعتقدون هذا. وفي عقائد اعجب من كده، انا شفت واحده من قريب كده ناحيه بعد كينا والبلاد دي بتعتقد انه
بنقول له احنا قعدنا كثير في مكة، قعدنا يعني 15 يوم الحج شهر اكثر، كفاية قعدنا عند ربنا كثير، عايزين نروح نقعد كمان عند النبي، كان ربنا مش موجود في المدينة بس موجود في مكة بس، فنروح قال عند النبي في المدينة. فالثانية مع الجهل بتاعها بتسألها بتقول له ايه امال مين المدفون هنا على الكعبة؟ وطبعا في المدينة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففاكرة اي حاجة طبعا زي ضريح كده فاكرها، هم متعودين على زيارة الاضرحة بس ما عارفينش حاجة تانية، ففاكرة الكعبة دي قبر، يقول لها مين المدفون هنا؟ فالتالي يقول لها انت مش عارفة ربنا قال. والله العظيم سمعناها واسأل كان الشيخ رايح جاي تحجي معتقد ان ربنا مدفون. العام ده يقول لك قال ايه قال ايمانا كايمان العبد، يقول لك ما عندوش دم. عوام من احنا دول الجهلة. زي واحد مرة كان بيقول لنا في المشايخ الحديث بتاع شرح الحديث الجنة تحت اقدام الامهات، فقال ده الامهات دي مش بتعرف تستنجى، امهات ما عندهاش دين ولا خلق، كيف الجنة تبدا تحت امهات الامهات دي اللي حتى ما تعرفش فرائض الوضوء وجهلة ويمكن في عقائدها مشركة، تبقى الجنة تحت أقدام دين اللي بس بالدين. واحد قال كده قوله والتلطف أي الرفق وعدم العنف، يا ما تبقاش عنيف تقول أنت حمار أنت جاهل أنت مغفل، لا انفر يا بلاش كده. قوله وقد جعل الله تعالى كان واحد في سيدنا الحسين زمان يجيب ايه شاي كده شاي والناس تتلمح حواليه كده شكله جميل كده شعره مات ولا حيره، فاي واحد يجي له يعمل ايه شاي كده بس ايه ما يديش لحد الا ايه نص كوبايه يعني 2 سم بس كده ما يكملها لكش ابدا. واحد جاي غشيم ما يعرفش قاعد كده في الحلقه يجيب يصب شاي وراح قال ايه يعني قاعد هو بيتكلم معاهم كلام كده مجازيب وكلام كده يعني الناس كده ايه بيقول اللي على باله اي حاجه. حد مره سالنا انا قال انت بتدرس فين؟ قلت له في الازهر. في الازهر ده حاجه حلوه ده سيدنا الحسين تعلم في الازهر. قلت له يا ابني الازهر ده كان بعد سيدنا الحسين بمسافه كبيره هي دخلت. المهم قال لي كده جيت انا وبعدين بيقول لي انت شغال ايه؟ كنت مش عارف كان معي واحد قال له ده انا في التدريس اصله في الايام دي في عجز عن التدريس، فسمع كلمه عجز قال ده العجز ده حاجه جميله العجز عن الادراك شوف ده اي حاجه يدخلها في اي حاجه. فالمهم ايه كان واحد كده صعيد طبعا بين كان عليه عمده ولا شيء غفر ما يعرفش ايه التفاهم فاداله ايه شويه شاي بسيطه كده فزعل قال له يا اخي مش كده كمل الايه؟ كمل الكوبايه بس محدش يجرأ الناس بتقبل ايده وريق محدش يقدر يكلمه باللغه دي ابدا. ده لو يعني الناس كانوا يعني ده اللي سلم عليه يترعش كده. والناس بيعتقدوا انه ده سيدنا الايه؟ الحسين. فلما ده كلمه بالجرأه دي غير بص كده فيعمل ايه؟ فقال له اسمع تقعد هنا بأدبك لما ما يقعدش مؤدب ياخد بالجزمه. على طول قدام الناس. قال له اخذ ليه؟ قال له انت رجل ولي ورجل عالم وجاي الناس تقبل ايدك وتقول لي كده؟ والله العظيم قال له النبي قال كان قليل ادب زي كده كش حد امن ابدا. اعطوك يا شيخ شوف الرد اللي كان قليل ادب زيك كش حد امن خالص. فالعام ممكن ايه لو كنت عنيف معاه ممكن يكفر بيك وبالنبي وبالاسلام كله في كلمه واحده، فلازم تتلطف معه يعني تدب كلمه تقول له يا عم الحاج انت راجل وايه تمشي معه بالراحه. الرفق وعدم العنف قوله وقد جعل وقد جعل الله تعالى في الالفاظ والادله سعه الواو تعليليه اي فالطريق الموصله للعلم له واسع لان الله قد جعل في الألفاظ سعة
يعني استعمل يعني تبصر انزل معاهم للمستوى البهيمي تحت فرس. وهذا دفع لما يقال ان قوله والتلطف الى اخره ينافي ما مر من ان العوام ليسوا اهلا للتعلم. يعني هو بيقول لك ده مش اهل للتعلم اتلطف معهم كيف؟ ما هو ده حاجات ضروريه ما ينفعش في السابق نعمل المستحيل لحد ما ايه نوصل هذا. وحاصل الجواب انه جعل في الادله سعه فمنها القطعي ويحمل عليه ما سبق ومنها اقناعي. وبعدين ساعات يكفل معاك يعني ما يعني لا يمكن تفهمه. ساعات كده كان شيخ زمان يشرح لنا في المسجد الطهارة وبعد يتكلم لحد ما وصل انه في الغسل من الجنابة لازم هو مالك لازم فكرة التدليك. ها؟ اي فهو خاف الاحسن يجي عند العضو ده يدلك ويتحرك بايه؟ فعاوز يعبر مش ناسي كلمة العضو يعني كلمة مش عارف يعبر نسي هو عارف فيقلب في دماغه عاوز يسأل مش عارف يقول له اسأل يا بقى يرفع يده عاوز يسأل لما تتكلم اللفظ مش عارف يطلعه فاضطر ايه يستعمل الضمير فقال طب وهو يدلكوه فالراجل ايه مش ايه وهو قال له مين هو؟ قال له هو يا بني آدم مين هو؟ قال له هو مين هو؟ هو يمكن حالي يمكن ربع ساعة أقول له هو هو في الآخر الشيخ انتبه بين واحد فهم راح قال له ما يكونش هو قال له هو آخر حاجة ما يكونش هو قال له هو ولا حد فيه محمد بس. وحاصل الجواب أنه جعل في الأدلة سعة فمنها القطعي ويحمل عليه ما سبق ومنها إقناعي وعليه يحمل قوله بما تسعه عقولهم كده؟ نعم بما إيه؟ تسعه عقولهم يعني ممكن هو لا تسع عقول البرهان اللي هو القطعي فيعامل او يعني يتكلم معه بالايه بالظن المهم يحقق الغرض. قد خاطب العوام بالاقناع قال انهم مش هيعرفوا الايه البرهان والاقاويل يعني الاقاويل الاقناعيه الخطابيه تاثر به تخليه ايه يستثير كده الحميه تدفع الى الايه يعني تقنعه ما هو ما اقتنعش ما فيش فايده وممكن يقتنع بحاجه كده ايه فاكرين زمان رجل كان ايه ركب في الطياره حصل صح كده مش كده ولقي كرسي فاضي طبعا انت عارف الطائره فيها الدرجه الاولى وفيها الدرجه فراح ركب في ايه في افخم كرسي ومعاه كان زمان كان لسه الطائرات الشمروخ دي او العصايه اللي هي البلويه مش ممنوعه كانش فيه تفتيش الدكتور فقعد جات المضيف مش الكرسي انت حاجز ورا اللي هو اللي ورا احسن منينا هيقوم ايه يعني هيقوم يجي يعمل مشكله كبيره يحاولوا معاه يمين شمال ما فيش فايده بس مش راضي يتلحلح من ليه واي زياده اسلوب معاه شديد او في عنف ممكن يقوم يعمل مصيبه وتسقط الطياره وتتهم فيها تركيا شغلان فيعمل ايه فواحد يفهم ليه التعامل انا اشوف الدليل الاقناعي فراح قال له جاء جنبه قال له انت رايح فين؟ يقول له انا رايح مثلا كانت طياره تروح الاقصر قال له يا اخي الكراسي دي رايحه سوهاج قام يجري قام يجري راح حصل قال له الكراسي قال له هي طياره واحده هم قال لي اقناعه ده مش برهانا لكن اقناع قال له ده هنا لو رحت هنا هتنزل في سوهاج بس انما بتاع الاقصر وراح قال لا انا اروح قام يجري قام يجري لا مش ضحك ده حصل بعض حاجة هذا يعني الشيخ اسماعيل العدو ولا رحمه حكى لنا حاجات اعجب من كده بس لو قعدنا نقول فيها مش هنقول وفي السودان عندهم حاجة يا ربي اسالهم
فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قول قوله هو الأدلة مش كده؟ فين احنا فين؟ وقد جعل الله في الألفاظ والأدلة سعة، والأدلة عطف مراد، يعني الأدلة اللي هي الألفاظ، وانت هتستدل بيه. واحتج بعضهم ممن يميل إلى صحة القول بالتقليد، هذا صادق بأن يكون ذلك القائل يرى أن النظر واجب وجوب الفروع. احنا قلنا في رأيه انه هو واجب، بس ايه الإمام المقلد صحيح وعاصي بترك النظر إذا كان النظر واجب وجوب الفروع، أما إذا كان مستحبا يبقى ايه شرط كمال، يبقى ليس عاصيا لأنه ترك ايه مستحبا أو مندوبا. واحتج بعضهم ممن يميل إلى صحة القول بالتقليد، بل ويرى رجحانه على درجة الاجتهاد. شوف هذا وذهب صحة القول، لكن أرجح. ويرى رجحانه على درجة الاجتهاد والنظر في علم التوحيد بأوجه. ده في ناس ده مش قالوا إنه التقليد كافي، ده قالوا أحسن من الاجتهاد وأفضل. إيه هذا هنا جوابه، هنا كده نحن نرجع نبقى مع السنوسي كده. واحتج بعضهم ممن يميل إلى صحة القول بالتقليد، بل ويرى رجحانه على درجة الاجتهاد والنظر في علم التوحيد بأوجه. هي الأوجه دي أحدها، خلاص كده، أو أحدها يعني أما أحدها. أن نقطع، شوف كده، قال في ناس قالوا انه التقليد ده ارجح وافضل واعظم من رتبة الاجتهاد باوجه اربعة، يعني بادلة اربعة. اول حاجة يقول نقطع ان ابا بكر وعمر وسائر الصحابة، مش ابا بكر وعمر ده بيجيب احسن اثنين، وبعدين بيقول لك الباقي كله اجمعين ماتوا ولم يعرفوا الجوهر والعرب بالقطع كمان، وانا معاهم في الحته دي ماشي. ونقل عن الاستاذ ابن فورك ده من اصحاب الامام الاشعري، تمام، ها، من تلاميذ، مش من ابن فورك، مش فورك، فورك لربنا يفرج. ونقل عن الاستاذ ابن فورك، خلاص كده، انه قال، احنا لسه في الادله، لو لم يدخل الجنة التي عرضها السماوات والأرض، شوف هذا يقول لك الجنة واسعة جدا، شوف يقول لك عرضها السماوات، يقول لك إنها يعني إذا كان عرضها السماوات والأرض أمال يعني معناها عرض السماوات أرض ولا العرض؟ أمال الطول فين؟ يقول لك لو لم يدخل الجنة التي عرضها السماوات إلا من يعرف الجوهر والعرب لبقيت خالية. انه ما حدش يعرف الجوهر العربي غير الرازي وامام الحرمين ومين تاني والغزالي والشيخ السنوسي والباقي، لا الجماعه الاربعه كانوا الشيخ مصطفى بس ده اللي يعرفه، والباقي كله هيروح النار. لبقيت خاليه يعني في حكم الخاليه، مش خاليه ما حدش هيدخلها، ما هيدخلها بس ايه ثلاث اربع خمسه، يعني مش هتبقى خاليه، ما فيهاش حد ابدا، انما هيبقى فيها بس عدد قليل، فهتبقى في حكم الخاليه. زي عماره مثلا ما فيهاش غير شقه واحده، مش يقول لك العماره دي خاليه، يقصد خاليه تماما ولا فيها البوابه وكذا، يعني هيبقى فيها اثنين ثلاثه. يعني لبقيت خاليه اي في حكم الخاليه من ودور من دخلها، ويبقى معظمها خاليا. الثاني يعني الوجه الثاني أنه حكي عن بعض السلف، يعني السلفهم مش انتوا الأزهرية الجماعة لما تقولوا لنا السلف، نقل أو حكي عنهم أنه قال عليكم بدين العجائز، يعني معناها ما فيش داعي للاجتهاد، ده كبار السلف قال كده، دين العجائز، يبقى معناها العجائز دول كان عندهم معرفة ونظر، خليك إيه. وحكي عن الإمام الفخر الرازي اللي هو أسطورة علم الكلام، أنه قال عند موته اللهم إيمانا
اللهم إيمان العجائز، يعني عاوز أموت على الدين العجائز. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لرجل سأله عن الأهواء: عليك بدين الصبي الذي في الكتاب، كده بتشديد الايه التاء في الكتاب مش في الكتاب، ودين الأعرابي ودع ما سواه. هو هتروح للغزالي ولا للنسفي ولا العقائد النسفية ولا العضدية، وتسيبك من الناس المجانين دول ولا البيضاوي ولا الدسوري، خليك مع الأعراب، مع البدر، مع الذين قال الله فيهم الأعراب أشد كفرا. الثالث أن نجد أقلد التجربة أن نجد بعض المقلدين أقوى إيمانا وأرسخ اعتقادا ممن نظر في علم التوحيد. ده كده السلفية هيرقصوا يطبوا لكده. قلت لا فن كده بقى الرابع، قلت لا يخفى فساد ما تمسك به ما تمسك به على كل، مش كده؟ لا يخفى فساد ما تمسك به على كل موفق، يعني اي انسان موفق لا يخفى عليه فساد ذلك. اما الثالث وهو رجحان، فين الرابع؟ مش موجود؟ طيب حقيقي قال اربعه والله، قال كده قال فيش اربعه صح لاول صح نسيت. لا الثالث كتبها مكرره مين؟ اما الثالث مكتوب مكرر ما على زي بعض، اعتبرهم ثلاثة، إذا ظهر الرابع يبقى زيادة، ما ظهرش خلاص يلا هات الحشي. بس هي هنا ضربات قوية جامدة، بس هيطلع عنه كلام في شنك مالوش لازم أصبر. استرعت اوعى من أول واحدة كده تقول لا لا، ده احنا كنا مرة واحد لما سمع الكلمات الكلمتين دول قال لا حول ولا قوة إلا إن لقد كنا في ضلال. خرب بيتك إيه؟ إيه اللي حصل لك؟ قوله من يميل إلى صحة إلى صحة القول بالتقليد. طب صفحة كام؟ ستة ولا سبعة؟ ستة في أخيرها. هذا صادق بأن يكون ذلك القائل يرى أنه نظر واجب وجوب الفروع. يعني معناها عاوز اقول لك برضو النظر تركه ايه معصية، يعني حتى يصدق هذا بمن يقول ان النظر واجب وجوب الفروع. خلاص كده مش معناها يعني مش معناها ان النظر حرام، لا برضو ايه في معصية، وان المقلد مؤمن عاصي وصادق بانه يرى ان النظر مستحب. وصادق برضو يعني هذا يصلح للداوي ده، صادق بأنه يرى يعني لمن يرى أن النظر مستحب أو مكروه أو حتى حرام أو خلاف الأولى، يصدق بالكل. صادق من قال يعني العبارة دي اللي هي شيخ محمد إيه؟ يعني مين اللي يميل إلى صحة القول بالتقليد؟ اللي يرى إنه التقليد واجب وجوب الفروع ماشي، لأنه يقول لمن صحيح بس آثم بترك النظر، واللي يرى إنه مستحب من باب أولى، واللي يرى إنه خلاف الأولى، واللي يرى إنه مكروه، بس كله إيه الإمام عنده إيه صحيح، بس النظر واجب يبقى يأثم، مستحب يبقى لا إثم، مكروه خلاف الأولى ماشي. قوله بل ويرى رجحانه على درجة الاجتهاد إضراب انتقالي، يعني هذا إضراب، الإضراب على نوعين، في إضراب إطلالي في إضراب انتقالي، يعني مش بيقصد ده بينتقل إلى حاجة أشد، يعني الكلام ده اللي قبله لم يضرب عنه بل انتقل إلى ما هو أشد منه، إنما لو كان إضراب إطلالي يبقى أبطل اللي قبله، هو ما أبطلهوش بس يقول لك لا ده انت رضيت بكده ده لسه في حاجة كمان خد اللي بعده. اقول لك هذا عالم وروح اقول بل شاعر، ده مش اضراب اطلالي، يعني عاوز عالم وزيادة انه شاعر، بخلاف لما اقول هذا عالم بل جاهل يبقى ده اضراب اطلالي، انما الانتقالي زاد يعني اضاف شيء زيادة. مفهوم؟ حيث كان يرى رجحانه هو
الاطفال يضرب. ما قلنا اطفالي وانتقالي عاوز اضرب عن الطعام بعد كده. اي فحيث كان يرى رجحانه فالتقليد موجود والنظر مكروه او خلاف. ما دام التقليد ارجح مش كده يبقى التقليد مندوب دلوقتي لان دي مستحب دلوقتي ما دام ارجح. طب والنظر يا اما مكروه يا اما خلاف الاولى. انقلبت المسألة تماما. قوله درجة الاجتهاد الإضافة للبانة يعني الدرجة اللي هي الاجتهاد. درجة الاجتهاد الدرجة نفسها هي الاجتهاد يعني الاجتهاد نفسه درجة. الإضافة للبيان تعرفين الإضافة البيانية والإضافة التي للبيان عرفين الفرق بينهما عارفة؟ أقول له الإضافة التي هي البيانية اللي بينهما إيه؟ عموم وخصوص إيه؟ مطلق. أما البيانية اللي هي عموم وخصوص وجهي زي إيه وزي إيه؟ زي شجر أراك وخاتم حديد. شجر أراك شجر أراك هنا الإضافة للبيان يعني الشجر هو الأراك. مش طب، اسمه الرياضة، مش كده؟
زي الفلك وزي الهندسة. اقرا شوية لحد ما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله درجة الاجتهاد يعني إضافة للبيان، يعني الدرجة هي الاجتهاد، هي نفسها الاجتهاد، يعني اجتهاد الاجتهاد نفسه الدرجة. وعطف النظر عليه، وعطف النظر عليه عطف تفسير. يعني ايه فين درجة الاجتهاد والنظر؟ طب ما هو كيف ينظر، كيف يجتهد يعني ينظر. فكانه بيفسر لنا انه الاجتهاد هنا يعني معناه نظر. عشان كده يقول لك عطف، احيانا يجيب لك كلمه ويعطفها على كلمه يريد ان يجي بالمعطوف ده يفسر المعطوف عليه، الكلمه تفسر. يقول لك التبجيل والتعظيم، يعني كانه بيشرح لك كلمه التبجيل اللي هي التعظيم. مش كده يا ست الشيخ؟ لو في حاجه غلط قول، احنا بنخليك هنا مرجعين. فالمراد عصوها فوق كل ذي علم عليم. ممكن يكون أقول حاجة غلط وأنا معصوم، إذا كان عندك علم قول. فالمراد النظر في علم، في علم التوحيد، لا بذل الوسع في تحصيل الأحكام الفرعية وغيرها. جميل، حلو. يعني المراد النظر في إيه؟ يعني بالاجتهاد، النظر في علم الاجتهاد في علم التوحيد، مش بذل الوسع في، مش الاجتهاد اللي هو في التوحيد. يعني الاجتهاد هنا رتبة الاجتهاد يعني رتبة النظر في التوحيد، وليس الاجتهاد عند الأئمة المجتهدين أبو حنيفة، مش هو ده المعنى. ده فقه، ده فروع. فهمت إيه اللي هو المراد بالنظر؟ يعني إيه بذل النظر في علم التوحيد، لا بذل الوسع، ده رتبة اجتهاد بس مش هو المراد. يعني هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، لو نظرت في نعم. انت لك وحدك بس حق الاستدراء، اما التانيين ما لهمش. هو الاجتهاد عملي. يعني كلمة اجتهاد يشمل الاجتهاد في مجال النظر في العقائد ويشمل الاجتهاد في الفقه، بس هي المراد هنا. المعطف عليه النظر افاد انه الله يفتح عليك، لانه في الفقه ما يقالش عنده استنباط. إن كان عاوز نظر برضه ثاني. في الصلاح هو ماشي تمام. الله يفتح. قوله ماتوا ولم يعرفوا. مين اللي ماتوا ولم يعرفوا؟ الصحابة رضي الله عنهم والرسالة كلهم، ما فيش حد فيهم يعرف الجوهر والعرب. طبعا جماعة دول بيتشدقوا الكلام ده، يقولوا لنا الجماعة السلفية، يقول لك يا أخي ده ممكن يتطاول، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف. ممكن يقول كده، ممكن تصل السفالة كده. ممكن يقول لك ده سيدنا جبريل ما يعرفش. قوله ماتوا ولم يعرفوا. طب استنى، ما خلاص بيقرا عشان يكسر. اصل القران افضل، صح مش واجب. يعني بعض الناس يستدل بقوله تعالى اذا سمع القران فاستمعوا له، ده واجب في الصلاة بس. شعرت بالألكم عشان ايه؟ ما بشوش تربوا في السماء عشان تشوي الألكم. واجب في الصلاة. غير صلاة بك شوف المشايخ ويتكلم في القرآن. ومين قال لي بروح؟ نعم في الصلاة انا لازم اسمع. ده هو اللي قاسي مش هيشوفنا زي لو يعلم المرة. بعضهم أيوة عليه. لما قاله وقتطر على كنت حبيبا لك ده أصلا نزل في المشركين، علشان لما كان النبي بيقرأ فكان هم بيوشوشوا عليه، لأن الآية اللي قبلها وبعدها خاصة في الكلام عن المشركين. بس يعني احنا نرجع وهم لا 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 بيقول لك اللي بيرى رجحان
درجة المقلد، والمقلد ملوش درجة أصلا، ما دام تراجع هتبقى خلاص خد درجة على إيه؟ على درجة الاجتهاد والنظر في علم التوحيد بأوله، أحدها أن نقطع بأنه سيدنا أبو بكر وعمر، بأنه الصحابة يقول إذا كان أبو بكر وعمر الباقي مش عارف من باب أول ماتوا ولم يعرفوا الجوهر والإيه؟ خلاص كده؟ ونقل عن الأستاذ مين؟ ابن فورد اللي هو اسمه إيه؟ محمد بن الحسن أبو بكر، يعني كنيته إيه؟ أبو بكر. وابن فورد اسمه إيه؟ ها؟ والكنيه أبو بكر، ده شيخ المتكلمين، فقيه. ابن فورد من الكنيه برضه هناك. ها؟ ابن فورد. كنيه برضه. لا ده ابن يعني ده النسب، انما الكنيه بتاعته ابو بكر، ابو بكر دي كنيه ثانيه بس بالاسم، اسمه كده شيخ المتكلمين، فقيه واصولي ومتكلم واديب ونحوي وواعظ. شوف كم صفه وانت ما عندكش ولا حاجه في الوعظ. فقيه اصولي متكلم اديب نحوي واعظ، اقام بالعراق مده يدرس العلم من كتبه، وكان شديد الرد على ابن كرار، يا ربنا صلكم او ارسل عليه ابن كرار شيخ الطائفه المجسمه المشبهه اللي هي الملقبه بالكراميه التي ما زال اتباعها الى الان يتزيون او يدعون بانهم على مذهب من السلف، هم في الحقيقه الكراميه، يعني الموجودين دول اللي بيقولوا احنا سلفيه وهابيه هم دول الكراميه المعاصرون الكراميون الجدد. التجسيم والتشبيه. خلاص كده؟ دس له السم، يعني مسكين سموه، مين اللي سموه؟ معروف. الكراميه. الكراميه. شو كان بيرد عليهم وبيفضحهم وكذا، حد يا ابن الميه الكراميه نشف رجله، نشف رجله. واحد معه بيتك كده عشان الميله الطويله دي، بسم الله. لا بس تبقاش مفتوحة. دس له السم في الطريق وهو عائد إلى نيسابور، فمات رحمه الله. لو مين؟ ابن فور مش ابن كرام، ده أهلكه الله رحمه الله تعالى. توفي سنة 406، يعني قبل الغزالة 100 سنة تقريبا، مش كده؟ غزالة 405 اللي هو غزالة. ده مين ده؟ بعد نشأة اللي كان بيرد على مين؟ على ايه اللي نقل عنه؟ بيقول لو لم يدخل الجنة التي عرضها السماوات والأرض إلا من يعرف الجوهر والعرض لبقيت خالية. ده ايه الوجه الأول اللي احتجوا به، اللي احتج به من يرى ايه؟ رجحان ايه؟ تقليد على التقليد على جنب الكلام اللي هو المتصل. الوجه الثاني انه ايه حكي عن بعض السلف انه قال عليكم بدين العجائب. دائما اسمع مشايخ السلفيه ومش عارف مين اللي بيطلع في التلفزيون وغيره يمسك بالعباره عليكم بدين الايه؟ العجائب. ونقلوا برضه عن الامام الفقر انه قال العباره اللهم ايمان كايمان ايه؟ العجائز. كل كلام النقل عن سيدنا مين؟ عمر بن عبد العزيز. هذا الوجه الثاني. والثالث أن نجد بعض المقلدين إمام يعني قوي وراسخ وثابت وشديد بخلاف اللي عاملين نفسهم علماء وممكن إيه أقل حاجة مساكين من يعرفوش يردوا على العلمانيين وكذا إلى آخره. الكلام اللي هو عليكم بدين اللي هم بيتشدق به جماعه الهم العمي او الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا اسمعهم
ولو أسمعهم لتولى، ما فيش فائدة في أي حال حتى لو أسمعهم لتولى وهم إيه؟ الشيخ الإيجي في المواقف قال إنه هذا الكلام المحكي ده عن السلف ده حكي المحكي ده استدل به من ينكر النظر. عليكم يعني ما فيش حاجة اسمها نظر، خليك ماشي مع إيه؟ وكمان إيه؟ بعض الناس زعم انه ده حديث كمان خلاص يعني ده حتى رفعه للنبي يعني عاوز يقوي ايه ده يعني حديث. فاجاب الوالئي في المواقف بانه خلاص ان سلم يعني ان صح يعني مش شرط صح اللفظ صح ليه المعنى. فما المراد به؟ المراد به التفويض والانقياد خلاص اليه، يعني المراد بانك تترك اعمال العقل في التاويل وفي حمل اللفظ على ايه له طريقه ليه الخلف ليه التاويل. المراد بدين على ان تفوض، يعني هو ده المراد انك تترك التاويل الى التفويض دائما صح هذا الكلام وثبت عن هؤلاء الاكابر. ثم انه العبارات دي عليكم بدين العجائز الى غير ذلك اخبار احد لا تعارض بها الايه القواعد. والسيد الشريف السيد الشريف جرجان شارح ديت الله بيقول لا نسلم صحته، ما نسلمش انه ده حديث ولا انه صحيح اذ لم يوجد في الكتب الصحاح، بل هو من كلام سفيان الثوري خلاص كده. وجاب القصة اللي احنا قلناها قبل كده انه عمرو بن عبيد اللي هو شيخ المعتزلة لما كان يقرر انه في حاجة اسمها المنزلة بين المنزلتين، يعني في حاجة في مؤمن وفي كافر وفي حاجة لا مؤمن ولا كافر ليه المنزلة بين المنزلتين، قامت له عجوز وقالت له يا عمرو ان الله تعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولم يثبت منزلة ثالثة فبطل قوله. فسمعها سفيان الثوري فقال عليكم بدين العجائز. المرأة ردت على مين؟ على شيخ مين؟ شيخ المعتزلة. قال كده إن ده الصحيح هو من كلام سفيان وليس إيه؟ وليس حديثا. يلا ماتوا. قوله ماتوا ولم يعرفوا إلى آخره، فالحالة القائمة بهم حالة تقليد. ما دام ما عارفينش الجوهر والعرب، مش عارفين الإمكان الخاص والإمكان العام، مش عارفين الصفات المعاني ولا المعنيات، معناها إيه؟ مقلدون. فلولا أنها أشرف الحالات لما ارتكبوها. يعني هذا يدل على أنه حالة التقليد هي أشرف الحالات بدليل أكابر الناس الصحابة كانوا عليها. في أحسن من كده ذنب، ولو كانت حالة يعني مزرية كيف رضي الله تعالى مع أنه اختاره لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول لولا أنها أشرف الحالات ما ارتكبوها. فهذا يدل على أن التقليد أرجح، مع أن الاستدلال على حدوث العالم المتوقف عليه الاستدلال على وجود الله متوقف على معرفة حقيقتهما، يعني حقيقة الجوهر والعرض. يعني أنت بتستدل على إيه؟ على حدوث على وجود الله بإيه؟ بحدوث العالم، وحدوث العالم متوقف، يعني كيف تعرف إن العالم حادث بحدوث الإيه؟ يعني ما عرفت العرض يعني كيف أنا عاوز أفهمه؟ احنا بنستدل على ايه؟ وجود الله بحدوث العالم، لان العالم حادث يعني مسبوق بالعدم، وكل حادث لا بد له من محدث، لازم يكون محدثه هو الله تعالى، ما ينفعش العالم احدث نفسه خلاص كده، وما ينفعش يحدث العالم واحد حادث، ليه؟ لانه هيؤدي الى الدور والتسلسل، فلازم يكون اللي احدث العالم قديم، وضحت كده؟ لا بيجي بعد كده يقول لك ايه الدليل على انه العالم، يقول له ايه العالم ده عباره عن ايه؟ جواهر واعراض.
طيب ما هو الدليل على حدوث الأعراض؟ أننا نشاهد وجودها بعد عدم وعدمها بعد وجودها تغيرها. يبقى إذن دليل حدوث الأعراض هو المشاهدة. ده دليل حدوث الجوارح ملازمتها للأعراض، وما لازم الحادث فهو حادث. ده جميل، يعني معناها كده عشان نصل إلى الدليل على وجود الله لازم نعرف الدليل على إيه، لازم نعرف الجوهر والعرب. وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وعثمان، بس مش عارف سيدنا علي جابوه معهم. هو قال لك وسائر ليه الصحابة، يعني باقي الصحابة ما كانوش عارفين إيه حكاية الجوهر ولا حكاية العرب. طبعا مين اللي عارف كده؟ المتكلمين ومين والفلاسفة. بس تعريف المتكلمين غير تعريف مين على أي حال. هم بس اللي يعرفوا إيه الجوهر والعرب، وغيرهم ما يعرفش الجوهر ولا إيه ولا عرب. فهمتوا كده؟ نعم. طيب يلا يا رب. قوله الجوهر والعرب أي حقيقتهما، وحقيقة الأول ما قام بنفسه. الأول هو الجوهر، يعني إيه معنى الجوهر؟ إيه حقيقة؟ إيه الجوهر؟ الجوهر ما قام بنفسه. أي شيء قائم بنفسه بس اسمه إيه؟ اسمه جوهر. خلاص قائم بنفسه. الشيء المتحيز القائم بنفسه هو إيه؟ هو الجوهر. والجوهر فيه جوهر فرد وجوهر مركب. المركب هو الجسم. فأي جسم مركب من جواهر فردة، والجوهر الفرد حادث. يلا. وحقيقة الأول ما قام بنفسه. الأول هو إيه؟ الجوهر. سواء كان مركبا وهو الجسم أو بسيطا وهو الجوهر الفرد. يعني الجوهر إما مركب يبقى في الحالة دي هو الجسم. خلاص كده أنت كجسم أنت إيه؟ جوهر مركب، يعني فيك مركب مش من اثنين، شاء الله يكون من مليون. المهم في ايه؟ تركيب. فرد يعني ما فيش تركيب، يعني فرد فقط. بسيط. ليس فيه تركيب. قوله ونقل. قوله ونقل. طب حقيقة الأول عرفت ما قام به، الثاني ما قام بغيره. الأول اللي هو الجوهر ما قام به بنفسه يبقى اسمه ده جوهر. إنما خد بالك مثلا السواد اللي في الجهاز ده اسمه عرض، ده لأنه السواد لا يقوم بنفسه. يعني ما فيش مثلا إيه سواد كده وحده، يعني مثلا في إيه مثلا جسم أسود أو جسم أبيض. إنما هل يوجد كده سواد من غير حاجة؟ يعني حائط أسود شباك، إنما سواد وحده كده ينفعش. ده عرض لأنه لا يقوم بنفسه. يبقى لازم يكون في شيء، الشيء اللي يقوم به السواد هو ده الجوهر. نعم؟ الليل هو ليه؟ الليل، عاوز يقول الليل، ظلام الليل. لا مولانا مش قائم بنفسه ده، مش قائم بالجوهر برضه. مش في عندك ولا بس في ايه الكثيف وال بس الليل، الليل نفسه هو اصل المد. ما تكلمش على انه الشعاع ده والنور ده ذرات، لو جسمت لتجسدت. نعم. ده ما يعني اللي هو بيقولوا عليه في العلم حديث الذره، اصغر الاشياء. لا اي ما هو فتت الحدث ما تصل الى منتهى القسم معنا ولا داخل الذره اللي هو برضه مركب. ما هو يعني الاول كان في الكلام ده بيقول لك انه الذره دي لك اثبت انها بتفتت وبثبت فيها اجزاء صغيره. يبقى معناها في اللي انكر وجود الجوهر الفرد ده، قال انه ما فيش حاجه اسمها لا تتجزا، يعني ممكن تقبل التجزئه ولو فرضا او تقديرا او المهم على فرض، لأنه لا بد من وجوده، لأنه كيف تركبت الأجساد لا بد يكون فيه، يعني مثلا اللي هو إيه اللي يسموه كده الجزء الذي لا يقبل التجزئة. ما هو ما فيش أمال منين تركبت الأجزاء؟ من الهواء؟ لأنه لا بد من الاعتراف به، لأنه شوف مهما فتتنا حتى نصل إلى أصغر الأجزاء. بيقول لك صحيح لا يمكن التجزئة الفعلية، لكنها ايه يفترض انه يجزأ.
يفترض، لكن احنا عاوزين اللي هو الذي لا يقبل القسمة لا فرضا ولا تقديرا ولا وهما. وإلا من أين تركبت الأجسام؟ والقرآن أثبت الذرة وأثبت ما هو أصغر ولا أصغر من ذلك ولا إيه أكبر، يبقى خليه هو اللي هو أصغر من الذرة أو الأصغر من الأصغر حتى نصل إلى إيه الجزء الذي لا يتجزأ. يا مولانا ايه رد على الكلمة دي؟ انه هو يقول لك سيدنا ابو بكر وعمر والصحابة كلهم يعني ايه كانوا مقلدين، بدليل انه النظر يعني هنعرف ايه ان حدوث العالم مترتب على معرفة الجواهر والاعراض ومعرفة حدوثهم، وهم ما عرفوهاش. نعم الكلام اللي بيقولوه وهو لك أننا نقطع هم اللي قالوا كده. احنا يا أخي الذي احنا من قبل كلام لسه احنا نتكلم ماشي الذي نعتقدهم انه ابو بكر وعمر وسائر الصحابة كانوا على معرفة بالتوحيد او معرفة بالأدلة وان لم يعرفوا الجوهر والعرض، يعني معناها مش معناها من هو الذي يخرج عن التقليد، هو الذي عنده معرفة اللي وصل الى المعرفة، يعني ليس العارف هو الذي يعرف الجوهر والعرف، ده من اللوازم، يعني نقطع بأن الصحابة كانت عندهم معرفة وإن لم يعرفوا الجوهر والعرف، ده افتراض، لكن قد يكون يعرف الجوهر والعرف ضمنا مش بالمعرفة الاصطلاحية، يعني هي موجودة ضمنا ويعرفون أنها حادثة، لكن التعريف اللي عند الفلاسفة ده تعريف اصطلاحي. فهمتوا ولا فهمتوش؟ يعني هم عارفين وعارفين احسن، زي مثلا نقول انا نقطع كده انه ابو بكر وعمر كانوا اعلم من سيبويه في النحو وان لم يؤلفوا كتب، وكذلك في المسائل والاصول، لان هي اصلا هم اساسا بس ما عبروش عنها بالتعبير ده. ما يعرفوش الحقيقة. ايوه صح. هو الفضل كيش قال العبارة يعني ما يعرفوش الحقيقة الاصطلاحية. شيخنا. الحقيقة المصطلح عليها. انما يعرفون المع يعني. بس بعد هنا حتى لو هم مش عارفين هم واخدين كلام عن المعصوم. واللي بياخد كلام عن المعصوم كده خرج من دائرة التقليد اصلا. ده قضية تانية دي يا شيخ هشام، ده موضوع تاني. يلا خلينا نخلص. ونقل عن الاستاذ ونقل عن بعضهم ففاعله مستتر عائد على البعض ويقرأ ايضا بالبناء للمجهول يبقى ونقل. نعم يبقى ممكن تقول ونقل عن بعضهم يعني البعض نقل عن البعض او ونقل. قوله ابن فورك بضم الفاء وفتح الراء من تلامذة الاشعري رضي الله عنه. قوله خالية يعني في حكم الخالية، لأنه لا يدخلها حينئذ إلا العارفون لا المقلدون، والعارفون قليل. قليل يعني الأمة مين؟ الرازي ومين ثاني وابن فورك بس خلاص، الشيخ ناجي والشيخ محمد لا انا مقلد واحنا مقلد احنا يلا قوله اي في حكم الخالية لانه لا يدخلها حينئذ ان العارفون للمقلدون والعارفون قليل، واذا كان اكثر الامة المشرفة على التقليد اكثر الامة المشرفة يعني الامة دي اللي هي خير امة اخرجت للناس اذا كان كلها كده بدليل الكبار كانوا كده، اذا كان اكثر الامة المشرفة على التقليد الامة بقت مشرفة فيكون التقليد ارجح. خلاص كده؟ قوله عليكم بدين العجائز فيكون التقليد ارجح. قوله عليكم بدين العجائز والعجائز شأنهن التقليد، وحينئذ فيكون هو الأرجح لأنه قد أمر به بعض السلف، مش حكي عن بعض أنه قال عليكم، وطبعا والخير كل الخير في إيه؟ في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف،
قوله اللهم إيمان، اللهم إيمانا، يعني أسألك في حاجة محظوظة، أسألك إيمان العجائز، يعني خلي إيمان زي إيمان العجائز، هو التقليدي. يعني إيمان العجائز مش مجتهدين، ده مقلدين. أي اللهم ارزقني إيمانا كإيمان في التقليد، يعني خليني، يعني مش عاوز أقول الآخر، خليني كده زيهم ما فهمش يعني. فالفخر، فخر الرازي قطع عمره في النظر به والاشتغال بعلم الكلام، وقد إيه طلب التقليد عند القدوم على الدار الآخرة. يا سلام، الرجل هو بالقادم على ربنا طلب التقليد، فلولا أنه أرجح ما طلبه. والرازي كمان نقل عنه كلام كمان كثير في القصة دي، لما قال إيه الأبيات المشهورة عن الرازي، نهاية إقدام، قال إحنا تعبنا وقعدنا نشرح سنين في الأزهر وفي الآخر طلع الكلام ده كله، قال نهاية إقدام العقول إيه عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن فيه قيل وقع قيل وقع، ردي من شمال، وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فبالوا والجبال جبال. هو فهم انه الجبال دي عن الشبهات، حاولنا نرد عليها وكذا، واحنا متنا وضعنا والشبهات قاعده زي ما هي. لما كان بدل ما نقول وكم من جبال قد على جبال، يعني ادله، حاولوا المشبهه والمجسمه او الفلاسفه ان ينسفوها فبالوا، بدل ما ليه نحملها على المحمل الغبي الثاني ده، ده كلمة جبال، بدل ما نخليها جبال من الشبه نخليها جبال من الأدلة والصالحة، حبينا نرد فاللي جاء في الآخر قال إيه إيمان يعني ارزقني إيمانا كإيمان في التقليد. فالفخر قضى عمره في النظر والاشتغال بعلم الكلام، وطلع في الآخر مسكين إيه يعني ضحك عليه أو خدع، مش كده؟ بدليل إنه جاء في الآخر وطلب الإيه؟ طلب التقليد. اللهم ارزقني إيمانا كإيمان في التقليد. وقد طلب التقليد عند القدوم على الدار الآخرة. ماشي. بيقول هنا في المثنى شيخ محمد وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لرجل سأله عن الأهواء، يعني عن أهل الأهواء، يعني كان الجماعة بتوع الكلام أهل هوى، جمع هوى، والمراد بهم أهل الآراء الذين يتبعون رأيهم في العقائد. يقول لك أنا أشعر بتتبع آراء الرجال، أنا مثلا كذا أنا كذا، والسؤال عن اتباعهم وعدمه، يعني بيسأل عن الناس دول لهم آراء في العقائد أتبعهم أو لا. فقال للسائل لا تتبعهم، وعليك بدين الصبي الذي فيه الكتاب، ده بضم الكاف وإيه والمثناه الفوقية المشددة، الكتاب ده مش معناه كتاب يعني جمع كاتب، كاتب وكاتب وكتاب، لا، الكتاب ده اللي هو محل التعليم اللي هو بيسموه الآن دلوقتي إيه تطور، يقول لك ما يقول لكش الكتاب شايفها عيب، يقول لك المكتب، يقول المكتب أنت يعني مشير ولا إيه المكتب؟ الكتاب يا أخي ليه عيبني؟ ولما يقول له أنا فاتح كتابي استنقصك شيء، يقول له أنا عندي مكتب يفتكرك مكتب عقارات أو مكتب محاكم، هو الكتاب. ولذلك بعض الشعراء بيقول إيه عجبا لدهر قد أتى بإيه بغرائب ومحى فنون العلم والآداب. الدهر ده جاي جايب بهايم بتطلع في التلفزيونات وجايب غش، عجبا لدهر قد، ما انت من ضمن العجائب اللي جاي بيها، عجبا لدهر قد أتى بعجائب أو بغرائب ومحى فنون العلم والآداب وأتى بكتاب، كتاب يعني يكتبوا في الصحف وفي الأهرام، وأتى بكتاب لو انبسطت يدي فيهم رددتهم إلى الكتاب. يعني لو أنا لي حكم أرجحهم ثاني، يعني في ناس معاه الدكتوراه المفروض ده يرجع سنة أولى ثاني الجمعة في الفصل ومعاه الدكتوراه، ما خدش علم ولا زي كده، ناس طلعوا أقلام وصحف وما عندهمش أي ثقافة ولا علم، وده المفروض يرجع يدرس في الكتاب من جديد. يبقى ايه قوله بايه لما قال له ايه سأله عن الأهواء
الذين السؤال قال لا تتبع عليك بدين الصبي، بدين الصبي المراد بدين التقليد يعني أخليك زي الصبيان. الذي في الكتاب بضم الكاف وشد التاء أي المكتب أي محل التعليم مكان التعليم. وبعدين ويحتمل أنه جمع كاتب، لو قلت لك الكتاب المعاصرين الكتاب هنا جمع إيه؟ وفي بمعنى من فين في؟ الصبي الذي في يعني الصبي اللي هو من الكتاب، وفي بمعنى من أي الذي من جملة الكاتبين. يبقى الذي في الكتاب يعني اللي هو من جملة، مش يبقى هنا الكتاب، الكتاب بمعنى مكان التعليم، الكتاب اللي هو يعني واحد من الكاتبين، الصبي الذي تعلم الكتابة الذي هو من جملة الكاتبين، ممكن يكون كده. واحترز بهذا أو احترز بهذا القيد عن الأولاد الذين شأنهم اللعب. طب ليه قال له خليك مع الصبيان اللي هم بيعرفوا يكتبوا ويقروا؟ عشان في صبيان تاني معهمش غير اللعب واللهو. حصل قصة كان ذكرها ابن القيم برضه في تقريبا في كتاب زاد المعاد، بيقول انه في حصلت حضانة كده، اختلاف بين الزوج والزوجة في طفل، يعني الرجل طلق زوجته واختلفوا بالحضانة بتاعت الولد تكون لمين، فراح راح للقضاء القاضي. فالقاضي من احسن حاجة بدل ما حيّر نفسي الدين مين، فبنسأل الولد يا ابني تروح مع مين؟ قال اروح مع ابوي، مع انه العاطفة بتاعت الام ايه اشد، وتحن وهي اللي بتجيب له البيبسي والحلويات. فراح الولد ايه مع امه. خالص استغرب، العادة انه ايه دائما يحن للام. فاول ما حكم القاضي انه الولد ياخذ من ابوه، فقالت المرأة يا امه يا ايها القاضي سله لماذا اختار اباه، اختار لي الاب، تسأل السبب. فقال له تعال انت اخترت ابوك ليه؟ قال له والله اصله امي تذهب بي الى الكتاب الى المكتب، والشيخ الكفيف ده الضرير معاه حاجة زي دبشة كده يضربني، الشيخ يضربني عشان الحفظ، أما أبي يتركني ألعب مع الصبيان. قال يعني أنت عشان كده اخترت أبوك عشان اللعب ولا؟ فغير القاضي حكمه وحكم به للأم، قال لها أنت أولى به، أنت بتربيه بتعلمي، إنما التاني سايبه بيروح يبرش مع القهوة ويشرب شيشة بفضيش، سايب العيل ايه يخرب، انما انت اللي تاخديه. بس الاول كان فاكرها ان ايه الاب ما عرفش الحكايه، فهي قالت له بس اسال ايه السبب. يبقى كده ايه في صبيان شانهم الايه اللعب، فانه لا يؤمن عليهم من الاعتقاد الفاسد لعدم وجود مؤدب لهم يعلمهم. مش كده قوله ودين الاعرابي برضو اللي هو التقليد، ولولا ان التقليد ارجح ما امر به مين عمر بن عبد العزيز الذي هو عدل يقبل كلامه ويحتج به. قال ودع ايه ودع ما سواهما، يعني ما سوى دينهما. بعدين بيقولوا ايه الراي الثالث اللي هو ايه ايمان بعض المقلدين اقوى من ايه وارسخ مما النظر، فالتقليد ارجح. يبقى ما دامت الاقوى احنا عاوزين الايمان القوي ولا عاوزين الايمان الضعيف؟ بعد راح قال هنا ايه قال قلت، بدا استنوس يتكلم، لا يخفى فساد ما تمسك به على كل موفق، يعني لو ربنا وفقك مش هيخفى عليك فساد هذا الكلام. اما اذا فساد الاحتجاجات، اما اذا كنت من غير موفق حتنخدع بالكلام ده. ولذلك نعرف ان هؤلاء الذين يتمسكون بهذا الكلام من السلفيه المعاصرين غير موفقين، ليس هناك التوفيق ما دامت ايه خفيت عليهم وانطلت عليهم، يبقى خلاص انا مش من اهل ايه التوفيق. قوله اما الثالث اي اما بيان ابطال الدليل الثالث، قوله هو رجحان الى اخره، هذا هو الدعوى لا الدليل. فالاولى ان يقول وهو قوه ايمان بعض المقلدين وارسخيه اعتقادهم. بيقول ايه لا يخفى فساد ما تمسك به على كل موفق، مش كده؟ اما الثالث وهو رجحان ايمان بعض المقلدين على ايمان من نظر فهو من المصادرة على المطلوب. خلاص
لأن جمهور الأئمة يرون وجوب النظر وتحريم الاقتصار على التقليد كده، وبعضهم يرى أن لا إيمان للمقلد أصلا فكيف يدعى رجحانه، وأيضا فمما لا يدخل تحت فهم عاقل أن الجزم المستند إلى مجرد التقليد ومن لازمه قبول احتمال النقيض يكون مساويا للجزم الذي أنتجته البراهين، بحيث لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. ولعله أراد بعض من لم ينظر من أولياء الله لقضيتان، وخرقت في حقه العادة ووهب له من المعارف ما لا يتوصل إليه بالنظر حتى صارت علوم الناظرين بالنسبة إلى ما أعطي من العلوم كلا شيء، وإذا أراد هذا فليس هو من محل النزاع، لأن نزاعنا في المقلد، وهذا الذي ذكر ليس بمقلد بل هو كالناظر في أن الحاصل له علم لا اعتقاد. خلاص بس السطرين دول وخلاص كده تبنى ورجعنا. فين يا شيخ محمد قوله من الايه؟ من المصادرة. عارفين ايه كلمة المصادرة؟ ايه معنى كلمة المصادرة على المطلوب؟ ايش؟ عرف التعريف العلمي، ما معنى كلمة المصادرة على المطلوب؟ ها؟ انتوا لكم سنتين نقول ونعيد. ايه معنى كلمة مصادرة؟ يقول لك ده الكلام ده فيه مصادرة على المطلوب. المصادرة يعني أخذ الدعوة جزء من الدليل. يعني أنت في دعوة في دليل، فأنت تخلي الدعوة جزء من الدليل. تمام كده، أخذ الدعوة جزءا من الدليل. كأن يقول المثال بتاعه، كأن جاي معنى المصادرة على المطلوب، يعني أخذ الدعوة أو جعل الدعوة جزءا من الدليل. في دعوة في دليل على هذه الدعوة صحيحة، فأنا خليها جزء من الدليل. اسمه ده ايه؟ انت كده بتصادر على الايه؟ على المطلوب. كقول الايه؟ القائل بعض المقلدين، شوف كده، بعض المقلدين اقوى ايمانا من بعض العارفين. دي هي الدعوة دي، شوف، فاستدل بها، جعلها هي جزء من الدليل. يعني عاوزين نقيم الدليل على دي، فكيف انت تجعلها هي الدليل؟ يقول لك ايه؟ شوف كده، الدعوة بعض المقلدين أقوى إيمانا من بعض العارفين أو من بعض الناظرين. وروح يقول كده، والأقوى إيمانا أفضل. يقول كده بعض المقلدين، هي دي الدعوة، فجعلها جزء من الدليل. دليل في مقدمتين صغرى وكبرى، فجاب دي الصغرى، بيقول بعض المقلدين أقوى إيمانا من العارفين والأقوى إيمانا أفضل، فالنتيجة أن المقلدين أفضل. وعمل إذا صادر على المطلوب، شفت كده؟ إذا حيخرج النتيجة أن بعض المقلدين إيمانهم أقوى، فإحدى مقدمتيه وهي الصغرى هي دعوة، لأن قوة الإيمان، ها، هو لما يقول بعض المقلدين أقوى إيمانا من بعض العارفين، مش دي الدعوة، فجعلها هي إيه؟ جزء، مش هي كل الدليل، لأنه الدليل بقى كده الأقوى إيمانا أفضل، فجعل دعواه اللي هي دي جزء من الدليل، يعني المقدمة الصغرى. يبقى كيف هي اصلا دعوه ولسه ما اقمناش عليها دليل؟ لانه لما قال بعض المقلدين اقوى ايمانا، ده قوه الايمان. لما يكون بعض المقلدين اقوى ايمانا، قوه الايمان ده فرع عن ثبوت اصل الايمان. فاذا لم يكن المقلد له ايمان اصلا، فكيف يكون ايمانه اقوى؟ يعني كونه إيمانه أقوى، يعني هو اعترفنا أنه مؤمن، ده احنا لسه مش معترفين أنه ده مؤمن، فكيف تجعل إيمانه أقوى وهو مفيش إيمان؟ فعشان كده ده المصادر على الايه؟ على المطلوب. خلينا واقفين على المصادر عشان تأخرنا على قوم آخرين نخشى أن نصادر أيضا على المطلوب. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وسلم عدد معلوماتك ومياد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. قال له ثلاث مرات اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. لسه يا مولانا يوم الخميس لسه مش يوم الخميس الكلام ده بعد الكلام ده الترتيب بيكون الاربعاء ان شاء الله. اليوم عندي جلسه اسنان دكتور جه